والشوارد، وهي محاضرة فيزيولوجي عن توازن السوائل والشوارد بامتياز، لأنه حتى نفهم اضطرابات التوازن السوائل والشوارد لابد أولا من فهم الفيزيولوجيا الأساسية لتوازن السوائل والشوارد. رح نبدأ بلمحة فيزيولوجية عن توازن السوائل والشوارد، وهي المحاضرة كلها عن فيزيولوجيا الكلى. للجسم دائما أولويات في الحفاظ على التوازن داخله. أبرز تلك الأولويات هي حجم السوائل، سواء داخل أو خارج الأوعي، ثم يأتي بالدرجة الثانية التركيز المولي للشوارد، ثم حالات القلى والحمى. مثلا حالة التجفاف أخطر على الجسم، وبالتالي يتحسس لها أكثر من حالات اضطراب تركيز الشوارد. ومن هو وظائف الجسم تتجه لتصليح حالة التجفاف أولا، وكذلك حتى إحنا بالممارسة العملية كأطباء منعالج التجفاف أولا بعدين ننتقل لاضطراب الشوارد. أيضا يجب الانتباه لحالة التوازن الكهربائي داخل الجسم. يجب أن يكون هناك توازن تقريبا بين الصواعد اللي هي الشوارد السالبي والهوابط الكاتيونز اللي هي الشوارد الموجبة بداخل الجسم. وطبعا الجسم دائما في توازن كهربائي ويميل قليلا لأن تكون المحصلة سلبي. يتم التبادل بين الوسط داخل الأوعي والسائل الخلالي عبر ثقوب الخلايا البيطانية، إذ تعتبر ثقوب الخلايا البيطانية تعتبر غشاء نصف نافوذ، أو يتم التبادل بالمرور الحر كما هو الحال الماء وأغلب الشوارد، ويتم ذلك بعدة آليات. تبادل بالانتشار اللي هو هذا الانتشار المنفعل، هذا بيحدث حسب فرق التركيز بين وسطين من التركيز الأعلى إلى التركيز الأخفض. الآلية الثانية آلية النقل تعتمد على نواقل خاصة بغض النظر عن فروق التركيز بين الوسط داخل الخلوي والوسط خارج الخلوي. وأيضا في آلية حلولية هي خاصة بالماء، هي بينتقل من التركيز الحلولي الأخفض للتركيز الحلولي الأعلى. بينما يتم التبادل بين الوسط الخلالي والخليجي اعتمادا على غشاء الخلية، وهو هون غشاء الخلية ليس غشاء نصف نافوذ كالخلايا البيطانية، يعتمد على مضخات خاصة ونواقل تتطلب صرف طاقة عدا الماء الذي ينتقل غالبا بشكل حر. هلا تعبير غشاء نصف نافوذ هذا مو معناه انه يسمح بمرور نصف المواد التي تأتي اليه، بل تعني انه يسمح بعبور بعض المواد بينما يمنع عبور بعض المواد الاخرى من خلال. هلا هون عندنا بعض التعريفات المهمه. الري ابزوربشن هي تعني عود الامتصاص، وهي الانتقال المواد من لمعه الانبوب البولي الى الدم، يعني اعاده الامتصاص من لمعه الانبوب البولي بعد ما ترشح الى الدم. السكريشن تعني الافراز، وهي تعني انتقال المواد من الدم الى لمعه الانبوب البولي. الاكزكريشن هلا معناها هي الاطراح، يعني طرح المادي بشكل نهائي، ويكون تركيز المادي الموجود في البول حينها غير قابل للتعديل، يعني هو الطرح النهائي للماء. ايضا ننتقل لفهم شو معنى الكميه والتركيز. الكميه الكوانتيتي هي مقدار المادي المنحلي الموجود في سائل ماء، اي عدد مولات المادي في سائل ماء. يمكن قياس كميه اي مادي بوحده الميلي مول او غرام او ميلي جرام. وبشكل عام للتحويل من ميلي جرام الى ميلي مول بنقسم عاده الميلي جرام على الوزن الجزيئي للمادي، فبيطلع لنا القياس بالميلي مول. فمثلا احد الشغلات اللي ممكن تحتاجوها هي مثلا سكر الدم. سكر الدم اذا بدنا نحوله من ميلي جرام بالديسيلتر لميلي مول باللتر بنقسمه على 18. فمثلا اذا كان عندنا سكر الدم 180 ميلي جرام بالديسيلتر، اذا بدنا نحوله لميلي مول على اللتر بنقسمه على 18، فبيطلع معنا 180 ميلي جرام ديسلتر، يعني تعادل بالميلي مول باللتر 10 ميلي مول باللتر. اما وحده الميلي مكافئ فتستخدم فقط للمواد القابله للتشرد
أو التأيون مثل شوارد الصوديوم وشوارد الكالسيوم. وبتحسب من المعادلة التالي: الكمية بالميلي مكافئ تساوي الكمية مقدرة بالميلي مول ضرب تكافؤ الشاردي. هلأ ننتقل للتركيز. طبعا هي تعريفات يعني فيزيولوجية الواحد لا بأس أنه يتعرف عليها. التركيز هو مقدار المادي المنحلي الموجود في كل من السائل، أي كمية المحلول هي يعني التركيز، يعني يقدر بكمية المحلول على حجم السائل. يقاس التركيز بالوحدة الدولية مول على اللتر. أما إذا تم قياس التركيز بالميليغرام على الديسلتر فهي تعتبر يعني وحدة غير دولية. لابد من التفريق بين الكمية التي تعتمد على مول فقط وبين التركيز الذي يعتمد على كمية المسافة حجم السائل. هلا راح نضرب مثال للتفريق الكمية وبين التركيز. فمثلا اذا عندنا يحوي لتر واحد ماء، اي اذا اضفنا لها قطره حلولي ولتكن كمثال صوديوم بكميه 140 ميلي مول باللتر. خلونا نناقش بعض تغيرات حاله ارتفاع الصوديوم الهايبر ناتريمي. اذا اضفنا ل اللي كان عندنا لتر من الماء 140 ميل مول من الصوديوم، اضفنا له 140 مول اخرى من الصوديوم الى نفس حجم الماء تركيز الصوديوم 280 ميل مول باللتر. هلا اذا نزلنا نصف حجم الماء، يعني سوينا نصف لتر ربيقة، فيصبح تركيز الصوديوم 140 ميلي مول في 180 ميلي مول باللتر. فهو هون بناء على المثال هذا ثبات حجم السائل يعني ارتفاع تركيز الصوديوم. أيضا ثبات كمية الصوديوم السائل كذلك يعني ارتفاع تركيز الصوديوم. فدائما هلا في حال انخفاض تركيز الصوديوم، اذا ازلنا نصف كميه الصوديوم السابقه موجوده في نفس حجم الماء سيصبح تركيز عندنا 1 لتر فيها 140 ميلي مول، نصف كميه الصوديوم بيصبح تركيز الصوديوم 70 ميلي مول باللتر. إذا أضفنا لتر ثاني من الماء المقطر إلى الحجم السابق أيضا سيصبح تركيز 70 مليمول باللتر. ومن هون بالنتيجة التالية نقصان كمية الصوديوم حجم السائل يعني الصوديوم. أيضا ثبات كمية الصوديوم مع زيادة حجم السائل ذلك انخفاض تركيز الصوديوم. في حالة تركيز الصوديوم كان تركيز الصوديوم ثابت 70 ميلي مول ونصف حجم الماء، يعني نصف، سيصبح تركيز الصوديوم في نصف لتر يعني 140 ميلي مول باللتر. فبالتالي نقصان كمية الصوديوم السائل يعني ثبات تركيز الصوديوم. هذا كثير مهم لأنه بفرط الصوديوم يكون هالشيء هذا، لأنه بكرة بتصنيع تشوفوا انه بتلاقي ارتفاع مع الحجم داخل الاوعي سواء او مع نقص بالحجم داخل الاوعي او مع فرط بالحجم داخل الاوعي، وكل واحد لذلك يشرح لكم هالامور. وهذا الجدول بيلخص الان الامثله اللي ذكرناها. في حال زياده لكن بشكل غير أي أكثر أو أقل اللي هو كان 140 ميلي مول لكل لتر، فإن التركيز سيتغير. فمثلا إذا أضفنا لتر ماء مع 160 ميلي مول صوديوم فإن التركيز سيتغير. أما في حال زيادة تركيز الصوديوم وبقي الماء بنفس القيم الطبيعية هون بيحدث احتباس سوائل شديد.
كل هالفكرة عم بيشرح لكم إياها لتعرفوا أنه يجب عدم تفسير يعني مقدار الصوديوم بمعزل عن الماء. دائما باضطرابات صوديوم الدم سواء كان هايبوناتريميا ولا هايبوناتريميا يجب معرفة الحجم داخل الأوعية حالة الماء بالجسم. هلأ بننتقل الأوزمولية والأوزمالية، هي الأوزمالرتي والأوزمال. بداية الأوزمول هو وحدة وتعني مول واحد من مادة منحلة في محلول. طبعا هاي التعابير كلها هي مطبقة بجسم الإنسان وبالحرف الطبيعي بالحالات المرضية. هلأ الوسط هي مجموع المولات الموجبة المولات السالبة الموجودة في الوسط. لذلك فإن محلول يحوي على واحد ميلي مول تكون حليته واحد أوزمول لتر. أما إذا كان المحلول يحوي على جزيئات متشرد كشوارد كلور والصوديوم، هي تتشرد المحلول وبتعطي شاردتين كلور وصوديوم، فإن محلولا حجمه واحد لتر يحوي واحد ميلي واحد مول من كلور صوديوم حليته 2 أوزمول باللتر. هذا مفهوم الأوزمولي. هلأ رح نجي نشرح الأوزمولاريتي، وهي عدد الميلي أوزمول من المادة المنحلي في لتر من المحلول. طبعا قد يكون ماء وقد يكون غيره، ولكن عادة نحن بجسم الإنسان بنقدر بالدم. وحدتها هي الميلي أوزمول على هي الأوزمولاريتي، وحدتها الميلي أوزمول باللتر. فعند ارتفاع الأوزمولي في الوسط خارج يتحرك الماء من داخل الخلايا لخارجها إلى يعني الوسط مرتفع الأوزمولي. أما عند انخفاض الأوزمولي في الوسط خارج الخلوي ينزح الماء داخل الخلايا. هلأ الأوزموليتي هي عدد من المادة المنحلي في كيلو غرام ماء على الكيلو غرام. وبما أن واحد لتر من الماء تقريبا وزنه واحد كيلوغرام، فإن الأوزموليتي في حال كان المحلول هو الماء. هلأ بنجي للمصطلح المهم وهو أوزموليت الدم. تقدر الدم الطبيعي يعني أوزموليت البلازما بين 290 إلى 296 ميلي أوزمول باللتر. تتأثر حلوليت الدم بجميع المواد فيه وعلى رأسها الشوارد سواء كانت الصواعد السلبية وأهم الكلور، وأيضا الهوابط أو الشوارد الإيجابية وأهم الصوديوم. أيضا تتأثر بالبروتينات السكر والبولي والبيكربونات والسلفات. لكن أهم ما يؤثر في الحلولية هني ثلاثة، الصوديوم والسكر والبولي. الأهم هو الصوديوم، لأنه هلأ بس تشوفوا معادلة الصوديوم بتلاقوا هي اللي تعتبر الأهم في حلولية البلازما. هلأ هوني حلولية الدم بشكل مبسط، المريض انتبه لديه بالمعادلة التالي: حلولية البلازما بالميلي أوزمول على اللتر تساوي 2 تركيز زائد 10. هي معادلة ولكنها غير دقيقة، ولازم يكون سكر الدم والبولي طبيعي. لذلك الحلولية بشكل أساسي هنا بناء على المعادلة هي بيعتمد على تركيز الصوديوم. فأساسي لحلولية البلازما سبب قلت لها هي إنه ضرب تركيز الصوديوم زائد 18 زائد البي يو إن مقسم 4، هاي بتعطيك حلولية البلازما بشكل دقيق. ولكن هوني مشترط لصحة المعادلة هي انه يكون البولي والسكر الدم وضع يعني سكر الدم بده يكون تقريبا شيء 80 ولا 90 اذا قسمته على 18 بطلع شيء 5، والبولي كمان 0.4 بطلع شيء 5. فهي هذول المجموع العشرة اللي اضافهم لاثنين بر تركيز الصوت. ولكن المعادله الاساسيه 2 ضرب تركيز الصوت سكر الدم تقسيم 18 زائد بيو ان على 2.4
في حلول البلازما، ولكن هذه المعادلة يمكن استخدامها في حال كان سكر طبيعي. فمريض ليس لديه داء سكري أو قصور كلوي، إذا كان عنده صوديوم الدم 40 ميلي مول باللتر ل 10 بصير الاوزمولي عنده 290 ميلي اوزمول باللتر. هلا ننتقل لتوزع السوائل بالجسم. عند شخص طبيعي يشكل ماء حوالي 60 ل 65% من وزن جسم الانسان، وتقسم السوائل في الجسم الى السائل داخل الخلوي، يعني السائل الموجود داخل الخلايا، هذا يشكل حوالي 60% ماء الجسم يعني ثلثين. السائل خارج الخلوي يشكل حوالي 40% من ماء الجسم يعني الثلث. السائل خارج الخلوي يتوزع الى وهو الحيز بين الخلايا او الخلال، يعني السائل الخلالي هذا احنا بنسميه، هذا بشكل 3 ارباع سائل خارج الخلوي، والحجم داخل الاوعي يعني بشكل ربع سائل خارج الخلوي. مهمات، مثال شخص وزنه 70 كيلو غرام، حجم الماء عند الماء بشكل 60% من وزن الجسم، ف 70 ضرب 60% بالجسم حجم الماء الكلي بالجسم يعادل 42 لتر. حجم السائل داخل الخلوي قلنا هو بشكل ثلثين ماء الجسم، 42 ضرب ثلثين تطلع حجم السائل داخل الخلوي 28 لتر. حجم السائل خارج الخلوي هو بشكل ثلث ماء الجسم، ف 42 ضرب ثلث فبتطلع 14 لتر. هلا السائل خارج الخلوي قسمنا الى حيز خلالي او سائل خلالي وحجم، وايضا السائل داخل الاوعي اللي هو البلازما، فثلاث ارباع السائل خارج الخلوي بكون الخلالي تقريبا 15% من وزن الجسم 10 لتر، وربع السائل خارج الخلوي يشكل 5% من وزن الجسم 3.5 لتر. طبعا انتبهوا 3.5 لتر بنضاف لها تقريبا 1.5 لتر هي الكريات الحمر والكريات البيض والبروتين، صح حجم الدم ل 5 لتر 3.5 لتر. الصوره بتوضح ايضا توزع السوائل في الجسم والنسب كلياتها. الماء الكلي مثل ما ذكرنا 60 و40 لتر، الماء داخل الخلايا بيعادل 40% من ماء الجسم وبيطلع 28 لتر، الماء خارج الخلايا بيشكل 20% تقريبا فبيطلع 14 لتر، حجم السائل خارج الخلوي بيطلع 14 لتر، عندنا 3 تقريبا او 15% هو موجود بالسائل الخلالي بيعادل تقريبا 10 لتر، والماء في البلازما بشكل ربع يعني تقريبا 5% من وزن الجسم وبيعادل 3.5 لتر. هلا بنجي لتوزع الشوارد في الجسم بالسائل داخل الخلوي. هذول معلومات لازم ما تنسوها لانه دائما بتكرر معكم وحتى باكثر من مكان، فهي لازم تكون محفوظات. داخل الخلوي تكون الشاردي الموجبي الاساسي هي شارد البوتاسيوم، داخل الخلايا الشاردي المسيطره البوتاسيوم، ومثل ما ذكرت اكثر من مره انه تركيزها داخل الخلايا نسبه للسائل خارج الخلوي بنسبه 30 الى 1 بيكون تركيزها في السائل داخل الخلوي 160 ملي مول باللتر، بينما بالسائل خارج الخلوي شارد البوتاسيوم بتكون تقريبا وسطيا يعني 4.5 الى 5 ملي مول باللتر. اما بالسائل داخل الخلوي ذات الشحن السلبي داخل الخليه الفوسفات وثم البروتينات. شارد الخلوي اهم شارد ايجابي فيه هي شارد البوتاسيوم، واهم الشوارد السلبيه الموجوده داخل الخلايا هي شوارد الفوسفات والبروتينات. لكن يتاثر حجم السائل داخل الخلوي بالمانيتول اللي هو مدر حلوله، وايضا بسكر الدم وصوديوم الدم وحلولي البلازما. هلا بنجي للسائل خارج الخلوي، هاي ما تنسوها، الشارد الاساسي في السائل خارج الخلوي هي شوارد الصوديوم وتقريبا تعادل 140 ملي مول باللتر،
اما اهم الشوارب بالسائل خارج القوي فهو الكلور ويتليها البيكربونات. هلا هذا جدول يدل على تركيز الشوارد في السائل خارج الخلوي، واللي هو يعني شوارد يعني بالدم، يعني القيم الطبيعيه. الصوديوم الطبيعي عاده من 135 ل 145 ملم باللتر، يعني وسطيا 140 ملم باللتر. البوتاسيوم من 3.5 ل 5.5، يعني وسطيا 4.5. هي هذول التراكيز الطبيعيه لشارد البوتاسيوم للشوارد كلها. الكالسيوم 2.5 ملم باللتر، المغنيسيوم 0.85 ملمول باللتر، الكلورايد عادة بيكون من 95 ل 110 تقريبا بتكون 104 ملمول باللتر، البيكربونات التركيز الطبيعي 22 ل 26 ملمول باللتر يعني وسطيا 24، والفوسفات 1 ملمول باللتر. فقط احفظوا العمود اللي على اليسار بكذا. هلا بعض الملاحظات. سائل البلازما عادة نحصل عليه بتدفين الدم والتخلص من الكريات الحمراء والبيضاء والصفيحات، أما ماء البلازما هو عبارة عن الماء والشوارد فقط بعد التخلص من البروتينات والشحوم، تقريبا يعادل 3.5 لتر. تركيز الشوارد انتبهوا في ماء البلازما بيكون أعلى قليلا منه في البلازما، لأنه بسبب غياب البروتينات والشحوم فيه، حيث مثل ما لاحظنا بالجدول تركيز الصوديوم 51 ميليمول في اللتر في ماء البلازما. بالمثل فان تركيز الشوارب في الخلال اعلى منه في البلازما، لان البروتينات ايضا لا تستطيع العبور خارج الاوعي، فالحجم في السائل الخلالي بيكون اقل، وبالتالي تركيز الشوارب بتكون في اعلى. وهذا شيء مهم بالرشح الكبه، بالرشح الكبه يرشح الماء دون البروتينات، وبالتالي يكون تركيز الصوديوم في الرشاح البولي اعلى من تركيزه في البلازما يعني بالشرايين الوارد، طبعا اعلى بشكل قليل لان البروتينات ما بترشح عبر الغشاء القاعده، لذلك بيكون تركيزه اعلى من تركيزه بالبلازما. هاي محصلي مجموع الشوارد الإيجابي والسلبي في الجسم متساوي تقريبا، لذلك فإن انتقال الشوارد من وسط إلى آخر يجب أن يحقق التوازن الكهربائي، وهذا بشكل دائم. أنه لما بيحصل تبادل بين شوارد مثلا بتدخل شاردي إيجابي لداخل الخلايا لازم تطلع مقابل شاردي سلبي، والعكس بالعكس. هلأ رح نتحدث عن آليات استتباب أو توازن السوائل. الجسم معتاد على حجم معين من السائل الموجود في الخلايا والخلال والأوعي، فهو يشعر بنقص السوائل أو زيادة. تشمل آليات الاستتباب مستقبلات أو حساسات منتشرة في الجسم تتنبه لأي تغير حاصل في الحجم داخل الأوعي، لأن الحجم داخل الأوعي هو المتحكم الرئيسي بالحجوم الأخرى. تشكل هذه الحساسات أو المستقبلات السبيل الوارد، حيث تقوم باستشعار التغير الحاصل في الحجم، فتعمل بعدة آليات تدعى السبيل الصادر على تصحيح الخلل، وأحد أبرز هذه السبل الصادرة هي الهرمونات. هلأ مثل ما ذكرنا حساسات السبيل الوارد للحجم خارج الخلوي، تتنبه هذه الحساسات للتغير الحاصل للحجم من خلال تمططة أو انكماشة، فتقوم بدورها بتفعيل الآليات الصادرة التي تقوم بتعديل التغير الحاصل بالحجم سواء زيادة أو نقصان. تنتشر هذه الحساسات في معظم أنحاء الجسم، فكالتالي: أول شيء في مستقبلات القلبي الرئوي بالجملة الوريدي، هاي بتتوضع بالأذينات والبطينات والسمة الأذين اليمنى، فالأذين اليمنى عندما تتمطط أو بيزداد الحجم داخل الأوعي بتفرز الأتريال ناتريوريتيك بيبتايد أو بسموه الهرمون الأذيني الطارح للصوديوم، وايضا بالسرير الوعائي الرئوي. هلا الجملي الشرياني خارج الكلي بتتوضع هاي المستقبلات في قوس الابهر والجيب السباتي. مثل ما بتعرفوا قوس الابهر والجيب السباتي تحتوي مستقبلات حساسه للضغط، وايضا عندنا من الحساسات هي اللي بتتوضع بجدار الشرايين الوارد، وهو الجهاز المجاور للكبب اللي بفعل جمله الرنين انجوتنسين. اعضاء اخرى اقل اهميه هي
الجهاز العصبي المركزي والكبد. راح نشرح هاي الآليات كيف آليتها والمستقبلات. الأذينات وخصوصا الأذيني اليمنى بتؤدي زيادة الحجم داخل الأوعي إلى تمطط الأذيني وبالتالي إفرازها للهرمون المدر للصوديوم، هذا اسمه الـ AMP الأتريال الناتري يوريتيك بيبتايد، مما يؤدي إلى زيادة أطراح الصوديوم. هذا اسمه الهرمون الأذيني الطارح للصوديوم، بيطرح الصوديوم فبالتالي بيسحب معه الماء فبيؤدي لانخفاض الحجم. وبالعكس في حالات التجفاف فإن نقص الحجم يؤدي إلى تثبيط إفراز هرمون الـ AMP من الأذينات. عندنا جيب السباتي يؤدي انخفاض الضغط الذي قد يكون ناجما عن نقص الحجم إلى نقص تنبيه الجيب السباتي، وبالتالي يؤدي إلى تفعيل الجهاز الودي. تفعيل الجهاز الودي يؤدي لإفراز الأدرينالين والنور أدرينالين، وبالتالي بيعمل على رفع الضغط وإعادته للطبيعي. أيضا من الحساسات أو المستقبلات اللي حكينا عنها هي الجهاز المجاور للكبد، بيؤدي نقص الحجم إلى نقص التروي الدموي الكلوي، وقلنا أهم منبه للجهاز المجاور للكبد هو نقص الجريان الدموي الكلوي، فبيؤدي لتفعيل جملة الرنين أنجوتنسين الدسترون واللي بتعمل على رفع الضغط عبر الأنجوتنسين 2 مثل ما ذكرنا. بتؤدي الجهاز المجاور للكبد بيفرز الرنين، الرنين بيأثر على الأنجوتنسينوجين المنتج بالكبد بيحوله لأنجوتنسين 1، بعدين الخمير القالب للأنجوتنسين بالرئة بتحوله لأنجوتنسين 2. الأنجوتنسين 2 هو عبارة عن مقبض وعائي وبالتالي بيرفع الضغط، وأيضا بيؤدي لزيادة الحجم عبر الألدوسترون، لأن الألدوسترون بيحبس الصوديوم وبيحبس معه الماء وبالتالي بيزيد الحجم. هلأ الآليات الكلوية الصادرة المنظمة للحجم خارج الكلوي، هي اللي ذكرناها هي الآليات الواردة. هلأ رح نذكر الآليات الكلوية الصادرة اللي بتنظم الحجم خارج الكلوي، وأولا معدل الرشح الكبي. عندما يصل الدم إلى الكبي الكلوية ويتم رشح حوالي 20% من الجيران البلازمة الكلوي، وهي النسبة المرتشحة من الجريان الكلوي للبلازما تدعى الرشح الكبي. ومثل ما ذكرنا الرشح الكبي الطبيعي الجي اف ار يعادل 120 ميلي لتر بالدقيقة. وبما انه الرشح الكبي عبارة عن هو نسبة من الجريان البلازما وليس قيمة ثابتة، فان زيادة الحجم خارج الكلوي يؤدي الى زيادة جريان البلازما الكلوي وبالتالي زيادة معدل الرشح الكبه، والامر اللي يؤدي بالنتيجه الى زياده كميه البول، يعني زياده اطراح الماء والشوارد فبيزيد كميه البول. وعلى العكس نقص الحجم اللي قد يشاهد في حالات التجفاف مثل الاسهالات والاقيئات ومرضى الحروق يؤدي الى نقص الجريان البلازمي الكلوي وبالتالي نقص معدل رشح الكبه، وكانت تيجي بينقص كميه البول. اما مريض القصور الكلوي، مريض القصور الكلوي عادة بينقص عنده معدل رشح الكبة، لذلك بتزداد عنده كمية السوائل لأنها تحتبس ما بتعود تنطرح. ثانيا من الآليات الصادرة هو عود الامتصاص الأنبوبة، تعيد أقسام الأنبوب البولية بمجموعة امتصاص حوالي 99% من الرشاحة البولي، ويطرح فقط 1% هو البول النهائي. إذا كان هناك زيادة في حجم السوائل فإن عود الامتصاص يكون أقل من المعتاد لكي يستطيع الجسم التخلص من السوائل الزائدة على التجفاف، ونقص السوائل عود الامتصاص بنسبة أكبر من الطبيعة حتى تحافظ على السوائل داخل الجسم. ويدعى هذا التفاهم والتنسيق بين الأنبوب والكبة الكلوي بالتوازن الأنبوبة الكلوي. ثالثاً العوامل الخلطية، ويأتي على رأسها جملة الرنين أنجوتنسين الدوستيرون. نقص الحجم خارج الكلوي يؤدي لنقص الجريان الكلوي، هون بتنبه الجهاز المجاور للكبد ويقوم بإفراز الرنين والذي يقوم بدوره بتحويل الأنجوتنسينوجين إلى الأنجوتنسين 1، وبيتحول الأنجوتنسين 1 في الرئة بواسطة عدة أنزيمات، وعلى رأسها الخمير القلبي للأنجوتنسين إلى الأنجوتنسين 2
وهذا مثل ما ذكرنا له وظائف متعدده، واهمها انه هو مقبض وعائي شديد ويحرض قشر الكظر على افراز الالدوستيرون، وايضا بحرض افراز الاي دي اتش من النخامه الخلفي. هلا الالدوستيرون يعمل على خلايا الانبوب البعيد، يعني القسم النهائي من الانبوب البعيد وبدايه الانبوب الجامع. هلا راح نذكر القطعه الرابعه، يحرض الالدوستيرون عود امتصاص شريدتي صوديوم مقابل طرح شريط بوتاسيوم وشريط هيدروجين. انتبهوا، الالدوستيرون لما بده يعيد امتصاص شريطتي صوديوم، الجسم بيطرح بدالهم شريطتين ايجابيات، فبيطرح بدال شريطتي الصوديوم التي اعيد امتصاصها بيطرح شريط بوتاسيوم وشريط هيدروجين للحفاظ على التوازن الكهربائي. وبما ان الصوديوم له قدره حليليه كبيره فسيجذب معه الماء بنسبه لتر واحد لكل 140 مليمول من الصوديوم، فتم معاوضه نقص الحجم. دائما عوض امتصاص الصوديوم بيعيد معه امتصاص الماء، وايضا اطراح الصوديوم بالانابيب البولي ايضا يسحب معه الماء. فدائما حركه الصوديوم دائما متعلقه بحركه. انتبهوا، يسبب نقص الالدوستيرون حماض وفرط بوتاسيوم. ليش بسوي حماض؟ لانه نقص الالدوستيرون مثل ما قلنا لما بعيد امتصاص شريطتي صوديوم بيطرح بدالها شريط بوتاسيوم وشريط هيدروجين، وبالتالي لما بينقص عندنا الالدوستيرون بتتراكم شوارد الهيدروجين وما بتنطرح، فبتأدينا لحماض. وليش بيؤدي لفرط بوتاسيوم؟ لانه كمان ما بينطرح شوارد البوتاسيوم، وبالتالي بيرتفع البوتاسيوم. فأهم، وهذا تقريبا نقص الالدوستيرون اللي بيحصل بداء اديسون، فدائما بترافق مع حماض وفرط البوتاسيوم. هل عندنا الهرمون مضاد للادرار الاي دي اتش؟ هذا هرمون ينتج من الوطاء ويخزن في النخامه الخلفيه او النخامه العصبيه. دوره الاساسي هو الادرار، حيث يزيد نفوذيه الانبوب الجامع للماء، وبالتالي يزيد من عود امتصاص الماء وينقص كنتيجه حلولي البلازما. يتفعل في حالات التجفاف ونقص السوائل. انتبهوا، في حالات التجفاف ونقص السوائل يزداد افراز الاي دي اتش لحد، وبالتالي يحافظ على ماء الجسم، بينما يثبط افراز الاي دي اتش في حالات زياده الحجم خارج الخلوي امتصاص الماء، وبالتالي يطرحها بكميات اكبر. طبعا هذول الحالات المرضيه راح نتحدث عنهم بالتفصيل، البنيه التافهه ومتلازمه الافراز غير الملائم للهرمون المضاد للادرار. هلا هي بس مذكور كتعريف، راح نتحدث عنهم بمحاضرات لاحقه. عندنا الهرمونات المدره للصدم، هي عباره عن هرمونات لها ثلاث مظاهر او انواع في الجسم وهذا نفس التأثير. عندنا أول شيء البديد الأذيني الطارح أو المدر للصوديوم، هذا هو الأتريال ناتريوريتيك بيبتايد الـ ANB. هذا يفرز من الأذينتين استجابة لفرط الحجم، ويعمل على زيادة إدرار الصوديوم على مستوى القطعة الأخيرة من الأنبوب الجامع، وبالتالي بيطرح معه كمال الماء الحلولي، وبيثبط افرازه عند نقص الحجم. عندنا نوع ثاني هو البيبتيد الدماغي المدر للصوديوم، انتبهوا هذاك اسمه A اتريال، هذا اسمه BMB برين ناتريوتريك بيبتايد. هذا BMB وهذا له دور كثير مهم راح بحكي عنه شوي. هذا يفرز بشكل رئيسي من الخلايا البطينيه للعضلي القلبي، وايضا يفرز من الدماغ. هو يفرز من الدماغ لذلك سموه برين، ولكن حديثا تبين انه يفرز من الخلايا العضليه القلبيه للبطينات، وهو قد يكون الهرمون الاهم لانه يعمل على مستوى القطعه الاخيره من الانبوب الجامع. فهون لا مجال لان يعاوض اي قسم بعده، لانه لما بيعمل على مستوى القسم الاخير من الانبوب الجامع هون ما في اي قسم ثاني بيعاوض لامتصاص الصوت. طبعا هذا الهرمون له أهمية تشخيصية في سياق قصور القلب، إذ قد تعاير طلاء هذا الهرمون اللي بنسميها برو بي ام بي،
وكلما ارتفع أكثر كلما دل ذلك على درجة أكبر من قصور القلب. حاليا عم يعتمد عليه بالممارسة السريرية خصوصا بحالات قصور القلب ما في الرئة. فمثلا إذا جاءت مريض على الإسعاف وأنت ما عنده زلي تنفسي شديد أو عنده مثلا وذمي في الرئة عرفان انه هالمريض هذا هزله التنفسيه من منشا قلبه ومن منشا تنفسه او من منشا اخر. فاذا عايرنا البرو بي ام بي وكان اكثر من 1000 فهذا يمشي انه هي هزله التنفسيه من منشا بيساعدنا بتشخيص قصور القلب. اما اذا كان اقل فتم في وجود قصور القلب وهون بدنا نفكر بسبب اخر لزلي التنفسي. لذلك من هون عم تاتي اهميته لانه هو كل ما تمددت وتمططت الخلايا العضليه البروتينات كل ما زاد افرازه وبالتالي بيعبر لنا اذا المريض النوع الثالث هو البيبتيد المدر للصوديوم نوع سي سي ام بي هذا يفرز من الخلايا البطين. عندنا ايضا البروستاجلاندينات. البروستاجلاندينات في لها انواع موسعائي الموسعات الوعائيه على غالبا ما تكون موضعيه وبتاثر على مستوى الكلي فقط وتقوم بتوسيع الشرايين الوارد وبالتالي تؤدي الى زياده معدل رش الكبه وبالتالي كقاعده كل موسع وعائي هو طارح للصوديوم. اما والنوع الانواع الثانيه هي مقبضات وعائيه بتتوضع بالدوران العام مثل ترومبوبان A2 فبالتالي مقبض وعائي هو حابس. لكن انتبهوا هي ما هي قاعده ثابته. مثبطات مضخه الصوديوم البوتاسيوم وعائيه لكنها طارحه للصوديوم. عند مرضى القصور الكلوي الحاد بيحدث تراكم للجذور الحره الفري راديكالز هاي بتثبط عمل النيتريك اوكسايد. النيتريك اوكسايد هو بالعادي موسع وعائي فلما هاي الفري راديكالز او الجذور الحره بتثبط تحرر النيتريك اوكسايد بتؤدي لتقبض وعائي واحتباس الصوديوم وبالتالي ارتفاع بالضغط. طبعا هذا الجدول اذا بتحبوا تطلعوا عليه وهذا الجدول كمان تحدثنا عنه. أيضا عندنا الجهاز العصبي الودة نقص حجم السائل خارج الخلوي يعني انخفاض الضغط على وجه الخصوص يؤدي لتنبيه الجمل الودي التي تقوم بما يلي على مستوى الكلي بتؤدي لتضيق الشرينات الصادرة والواردي ولكن بيكون التضيق بالشرينات الواردي أشد مما ينقص الجريان الدموي الكلوي وبالتالي نقص معدل الرشح الكبة وأيضا بتحفز الخلايا المجاورة للكبر على إفراز الريني. هلأ رح نتحدث عن دور الأنابيب البولية في المحافظة على التوازن المائي الشرعي. هاي تذكرة تشريحية وفيزيولوجية مثل ما درسناها بالمحاضرة الأولى. عندما يحدث الرشح الكبة من الكبة الكلوية تتجمع السوائل الراشحة في محفظة أو مسافة بومان وهنا يأتي دور عود الامتصاص الذي تقوم به الأنابيب البولي واللي مثل ما ذكرنا تقسم إلى أنبوب معوج قريب وبعدين بتجينا عروة هانلي. عروة هانلي إلى جزئين شعبي نازلي ولها قسمين عروة هانلي النازلي إلى قسمين الأول بيكون عريض والثاني بيكون رقيق وعندنا شعبي الجزء صاعد لعروة هانلي ولها قسمين أيضا ولكن الأول رقيق والثاني بيكون عريض بعكس الشعبي النازلي. بعدها بيجينا الأنبوب المعوج البعيد وأخيرا الأنابيب الجامعة. هاي الأنابيب الجامعة تصب عدة أنابيب بولية في أنبوب جامع مشترك. تصب الأنابيب الجامعة في الحليمات التي تنتهي بكويسات صغيرة تتلوها ثلاث كويسات كبيرة ثم الحويضة واللي تتصل بالحالب واخيرا تتصل بالمثل. مثل ما ذكرنا بالكبب الكلوي يوجد ثلاث انواع من الخلايا: الخلايا المسراقي او الميزانشيمي والخلايا القدمي والخلايا البيطاني. يوجد انبوب بولي وحيد مقابل كل
كبي كلوي. يعني عندنا بكل كلي ما يعادل مليون انبوب بوله في كل كلي، لانه كل كلي بتحوي على مليون كبي، فكل كبي الى انبوب بوله واحد. او اما الانابيب الجامعه فتكون مشتركه مع عده كوبب كلوي، ويكون عددها حوالي 10,000 انبوب جامع في كل كلي. هاي الرسم بتعرفوه، الكب الكلوي واقسام انبوب عموج القريب، وبعد عروه هاللي بجزئيها النازل والصاعد، وبعد بيجي الانبوب المعوج البعيد، واخيرا بصب بالانابيب الجامعه. طبعا هون ملاحظة انه شو تعريف المدر البولة، هو كل مادي تعمل على منع عودة امتصاص الصوديوم فيزداد اطراحه عبر الكلي، وبالتالي بيتبعوا الماء بآلية حلولي. ذكرنا قبل مرة انه تسمية المدر يعني هي تسمية غير صحيحة، والتسمية الاصح والادق هي انه طارح للصوديوم، لانه بيمنع عودة امتصاص الصوديوم، فبالتالي بيطرح الصوديوم وخصوصا المدرات العروي. قلنا لأنه بعروي هالي يتم إعادة امتصاص 25% من الصوديوم الراشح، وبالتالي ما بيتم إعادة امتصاص الصوديوم بيسحب معه الماء كمية البول، وبالتالي بيشعر المريض بالإدرار. فهذا هو المدر، لا يطرح الماء بشكل مباشر بل بشكل غير مباشر مع الصوديوم. وراح نتحدث عن أنواع المدرات البولية وآلية تأثيرها خلال المحاضرة. هلا القطع الانبوبي الوظيفي للانبوب البولي تقسيمات معقده قد تصل الى 14 قطعه وظيفيه، لكن سندرس عوده امتصاص الصوديوم والماء وتاثير المدرات ضمن اربع قطع وظيفيه، وهي الانبوب المعوج القريب البروكسيمال تيوبيل، والقسم الثخين الصاعد من عروه هالي، والقسم القريب من الانبوب البعيد، والقسم البعيد من الانبوب البعيد. وهن مرمزات A هو الأنبوب المعوج القريب، و B هي القسم الثخين الصاعد من عروة هالي، و C القسم القريب من الأنبوب البعيد، و D القسم البعيد من الأنبوب البعيد ومع القناة الجامعة. طبعا هلا على مستوى الأنبوب المعوج القريب أو ما سميناه القطعة A، عم نحكي على عودة امتصاص الماء والصوديوم. يعاد امتصاص حوالي 65% من الصوديوم الراشح. الآلي آلية عودة امتصاص الصوديوم بتحدث على الغشاء القاعدي القمة، يعني من جهة اللمعة يتم إعادة امتصاص الصوديوم من لمعة الأنبوب البولي إلى داخل الخلية الأنبوبية عبر قنوات ناقلي في الغشاء القمة للخلية الأنبوبية بآليتين رئيسيتين. قناة ناقلة لدخول الصوديوم بتكون مترافقة مع الغلوكوز أو الحموض الأميني، وقناة ناقلة لدخول الصوديوم مقابل خروج الهيدروجين. وأيضا الصوديوم قد يدخل عبر الفجوات بين الخلايا مباشرة. انتبهوا، مثل ما ذكرنا قبل مرة، الغلوكوز اللي درسنا الفيزيولوجيا الكلي بأول محاضرة، الغلوكوز والبروتينات والحموض الأميني والبيبتيدات والأجسام الكيتوني يتم بهي القطعة، القطعة الأولى من الأنبوب القريب، يتم امتصاصها بشكل كامل، لا تطرح أي بالبول، حيث يكون تركيزها في سائل اللمعة معدوم الغلوكوز والبروتينات والبيبتيدات والحموض الكيتوني، يعاد امتصاصها بشكل كامل. نقل أو إعادة امتصاص السكر او الجلوكوز عبر نواقل بسموها SGLT1 SGLT2، اللي هي صوديوم جلوكوز ترانسبورت وصوديوم جلوكوز ترانسبورتر 2، هي موجوده على غشاء القمه. وبناء على ان هالنواقل البروتيني اللي هي بتعيد امتصاص السكر، تم اكتشاف انواع جديده من ادويه داء السكري تسمى مثبطات SGLT بتثبط هالبروتين الناقل هذا، وبالتالي بتؤدي لزيادة اطراح السكر بالبول، ومن وحد
وحاليا يتم استخدامه على نطاق واسع، صرنا مكتشف في شيء 10 سنوات، ولكن حاليا عم تستخدم واشهر مركبات الكنا جلي جلي فلوزي بناء على هالبروتين الناقل هذا الاس جي ال تي 2 والاس جي ال تي 1. تم اكتشاف هاي الادويه واليه عملها فقط انه بتثبت هالبروتينات الناقله هاي، وبدل ما يتم اعاده امتصاص السكر يتم اطراحه في البول. وايضا على هالقسم هذا من القطعه A او على مستوى الانبوب المعوج القريب يتم اعاده امتصاص الصوديوم. الاله الثانيه على الغشاء القاعدي الوحشي يعني من جهه الخلال والدم، يتم اعاده امتصاص الصوديوم الى الدم عن طريق مضخه صوديوم بوتاسيوم، وهي بتكون معتمده على الطاقه، لذلك تسمى مضخه صوديوم بوتاسيوم اتباز، والتي لا تتأثر باختلاف تركيز الشاردي على طرفي الغشاء، لأن أصلا هي بتصرف طاقة من شان تبادل شوارد الصوديوم والبوتاسيوم. تقوم هذه المضخة بإخراج 3 شوارد صوديوم من الخلية، يعني بتطلعون إلى الدم مقابل إدخال شاردتي بوتاسيوم إلى داخل الخلية. يؤدي عمل هذه المضخة إلى خلق مدروج تركيز، تركيز الصوديوم المنخفض في الخلية مقابل التركيز المرتفع، فيسحب الصوديوم إلى داخل الخلية الأنبوبية ومنها إلى الخلال فالشرايين الصادر ومن ثم إلى الدم. الأنجوتنسين 2 والأعصاب الودية يعني الكاتيكولامينات بتحفز عمل هاي المضخة، فبتزيد عودة امتصاص الصوديوم، كما تلعب القوى الأنبوبية وحول الأنبوبية دورا في هذا التبادل. هنا ما هو مصدر الهيدروجين داخل الخلوي في الآلية الثانية لعبور الصوديوم؟ بتتشكل ذرات الهيدروجين داخل الخلايا الأنبوبية من تفكك حمض الكربون الناتج عن اتحاد الماء مع غاز ثاني أكسيد، وهو هذا الحمض حمض الكربونيك حمض ضعيف وسريع التفكك، وهي المعادله اللي يعني بتتم على اساسها التوازن الحمضي القلوي، وهي انه اتحاد شوارد الهيدروجين مع البيكربونات بيؤدي بشكل عكوس الى تشكل حمض الكربونيك اللي بيتفكك بشكل سريع الى الماء زائد ثاني اكسيد الكربون، وهي معادله بتصير باحد الاتجاهين حسب التوازن الحمضي القلوي. يتم هذا التفاعل بواسطة انزيم مهم اسمه الكربونيك انهيدراز، تطرح شوارد الهيدروجين في البول تبادل مع شوارد الصوديوم، بينما تعود البيكربونات الى الدم لتستخدم كدارئه للتوازن الحمضي القلوي داخل الجسم. بسبب هاي الآلية فان عود امتصاص البيكربونات معتمد على اطراح الهيدروجين وفعالية الكربونيك انهيدراز، وبالتالي ستزداد فعالية تلك الآلية في الحماض وبتقل في حالات القلع. بتواجد انزيم الكربونيك انهيدراز الرئيسي في الانبوب القريب للكلى وبالرئة، حيث متعلقة بالتفاعلات الحمضية القلوية، وبالعين ويدخل في الآلية الزرق، لذلك من هنا أتى استخدام مثبطات الكربونيك انهيدراز. إذا حد منكم بيعرف بالزرق عادة بيستخدموا الأسيتوزولامين، الأسيتوزولامين هو مثبط لإنزيم الكربونيك انهيدراز اللي بيلعب دور أساسي في الزرق، وبيستخدموا أطباء العيني في علاج الزرق. هلا المفوذية للماء، ما زلنا عم نتحدث على القطعة على مستوى هلا رح نتحدث، تحدثنا عن الصوديوم رح نتحدث عن نفوذية الماء. يتميز قريب بأنه عالي النفوذية للماء، لذلك عندما يعاد امتصاص الصوديوم يعاد امتصاص الماء معه بنفس الكمية. وبما أن نسبة من الماء والصوديوم بقيت ثابتة في الأنبوب القريب، فإن الحلولية تبقى ثابتة في هذه القطعة وتساوي حلولية البلازما، لأنه طالما أعيد امتصاص الصوديوم
ايضا تم اعاده امتصاص الماء معه، فبالتالي يكون بالانبوب القريب معادل لحلوليه البلازما، لان الماء والصوديوم بقيت نسبتهم ثابته. اللي بيشتغل على مستوى الانبوب القريب اللي هو راح نحكي عنه المدر النوعي هو الاسيتازولاميد، يعني بشكل نوعي على مستوى هالقطعه هاي هو مثبط للكربونيك انهيدراز، هو استعماله كمدر قليل، عاده تاثيره المدر ضعيف، يستخدم بشكل اساسي من قبل اطباء العيني لمعالجه الزرق، واسمه التجاري دياموكس مشهور، وعياره 250 ميلي جرام، وايضا في بعض حالات الاستسقاء الدماغي بعض الاستخدامات العصبيه. آلية عمله الأسيتازولامين بنثبط خميرة الكربونيك إنهيدرات اللي بتساهم في تأمين شارة الهيدروجين للتبادل مع الصوديوم، وبالتالي يثبط عودة امتصاص جزء من الصوديوم بهذه الآلية. فلذلك هذه المدرات تعمل على القناة الناقلة بين الصوديوم والهيدروجين فقط. انتبهوا ليش تأثير المدر خفيف؟ بثبط إطراح جزء من شوارد الهيدروجين في البول، كما أنه مع زيادة طرح الصوديوم سيتم دخول شوارد الهيدروجين عبر القناة الناقلة، فبيؤدي لزيادة حموض الدم، وبالتالي احتمال حدوث حماض استقلابه وزيادة في قلوان البول. فعاليته كمدر يعتبر من المدرات الضعيفة لعدة أسباب. ليش يعتبر ضعيف؟ لأنه بيثبط عودة امتصاص الصوديوم بإحدى الآليات، لأنه مثل ما ذكرنا عندنا ثلاث آليات فقط هو يثبط آلية التبادل مع الهيدروجين، أما بقية آليات عودة الامتصاص في هذه المنطقة فتبقى سليمة ولا تتأثر، وأيضا معاوضة بقية أجزاء الأنبوب البولي عن طريق إعادة امتصاص الصوديوم، لأنه هو عم يأثر على مستوى الأنبوب القريب وهذا هو أول جزء، فبالتالي لما بيثبط عودة امتصاص الصوديوم بهالمكان هذا لسه عندنا أقسام كثير لحتى نوصل للانبوب المعوج البعيد، عندنا في اقسام كثيره بتمتص الصوديوم، فهي الاقسام بتعود عود امتصاص الصوديوم، وبالتالي بيكون تاثير المدر ضعيف. عند استخدام اي مدر تعاود بقيه اجزاء الانبوب البولي وصولا الى القناه الجامعه، فتقوم باعاده امتصاص صوديوم مطروح بسبب هذا المدر. لذلك تاثيره كمدر ضعيف. هلا ننتقل للقطعة بي وهي القسم العريض من الشعبي الصاعد العروي الهالي. هي هون تأثير مدرات العروي أو الفروزماي. تقوم هذه القطعة بإعادة امتصاص 25% من الصوديوم، وبالتالي مدرات العروي بتثبط هالعود الامتصاص هذا، لذلك بتكون هي أقوى المدرات. الآلي تدخل شارد صوديوم وشارد بوتاسيوم مع شاردتي كلور، فبسموهن صوديوم زائد بوتاسيوم بوتاسيوم 2 كلور، وذلك للحفاظ على التوازن الكهربائي، موجبتين موجبتين وشارتين سالب، ذلك بآلي منفعل. نفوذية هذه القطعة للماء، ما يميز هذه القطعة أنها غير نفوذي للماء، وبالتالي تقل حلولية البول الأولي عند مرور منها، فهي تمتص الشوارد وتترك الماء، فهي تعتبر قطعة تمديد البول. المدر النوعي، لذلك هون لأنه لماذا سميت مدرات العروي؟ العروي هي عروة هانلي وهذا جزء منها، لذلك سميت مدرات العروي بهذا الاسم لأنه تؤثر بهذا الجزء. فروز مايد والتورسي مايد تعتبر مدرات العروي هي أقوى المدرات. عندنا القطعة سي، الجزء القريب من الأنبوب المعوج البعيد، تساهم بعودة 6% من الصوديوم المرتشح. الآلي بتدخل شرط بالترافق مع شرط الكلور، الحفاظ على التوازن الكهربائي، والآلي بتكون بالخلايا دورها في إعادة وهون آلي تأثير عشان نركز لكم على إعادة امتصاص الكالسيوم، لأنه المدرات يزيدي بتأدي لزيادة عودة امتصاص الكالسيوم ترفع كالسيوم الدم. أما نفوذية هالقطعة الماء، لذلك فهي تشارك أيضا وتؤدي إلى استمرار النقص في الحلولية المدر النوعي هو المدرات التهيئة
لتقليل عود امتصاص الصوديوم بتؤدي الى ادرار، وايضا بتؤدي لزيادة عود امتصاص الكالسيوم. اهم استطبابات مديرات بي دي هو ارتفاع توتر الشريع. طبعا المدرات بي دي هي اكثر المدرات المساهمه في طرح الصوديوم، الا الجزء البعيد من الانبوب المعوج البعيد للمعوضه وامتصاص الصوديوم وبالتالي زياده الاطراح. انتبهوا، كل المدرات البوليه تضيع الكالسيوم في البول ما عدا المدرات تي دي اللي بتزيد عوده امتصاصه، لذلك احيانا قد تستخدم عند بعض المرضى اللي بيعانوا من حصيات كلسيه لتخفيف اطراح الكالسيوم في البول. طبعا يرتفع حمض البول في الدم بعد استخدام المدرات تي دي ومدرات العروق. حتى السيناتون الجانبي مدرات العروق ومدرات تيازيدي بتؤدي لارتفاع حمض البول في الدم. هلا القطعة الأخيرة، الجزء البعيد من الأنبوب المعوج البعيد والمنطقة القشرية من الأنبوب الجامع اللي هي اسمها القطعة دي، تساهم بعود امتصاص 2-3% من الصوديوم المرتشح، ويكون عود امتصاص الصوديوم معتمدا على الألدسترول. مثل ما ذكرنا الألدوسترون هون بيأثر وبالتالي بيحبس الماء معه. الآلي تحتوي هذه الخلايا، المنطقة الخلايا هون بتخضع لتأثير الألدوسترون، وذكرناها قبل مرة نوعين من الخلايا. الخلايا الرئيسية هي بتشكل ثلثي خلايا الأنبوب البعيد وتعيد طرح البوتاسيوم، وايضا هذه الخلايا تاثر الهرمون المضاد للادرار فبتعيد امتصاص الماء. النوع الثاني من الخلايا هي الحمي او المنطمره، هي تشكل ثلث خلايا الامور بعيد تقوم هون باطراح شارب الهيدروجين. نفوذ هذه القطعه للماء لكن بشرط وجود الهرمون المضاد للادرار نفوذي للماء بس الماء بيؤدي لتقليل كميه البول. على القطعه هي مضادات الالسن مدر الاميلوريد. آلية عمل سبيرولاكتون مضاد نوعي للالبسيرون، لذلك بيزيد اطراح الصوديوم بيؤدي لادرار وبيحبس البوتاسيوم والهيدروجين، وبالتالي بيؤدي لفرط بوتاسيوم دم وحمض. طبعا سبيرولاكتون المدرات الضعيفه، لكن استخدام حاله فرط الالدوسترون المرضى مثل ما ذكرت فرط الالدوسترون الثانوي هني مرضى تشمع الكبد وقصور القلب والنفروز، يعني هذول اللي بيترافقوا مع وزني داخل الأوعية، لذلك بيحصل عندهم فرط الألدوسترون الثانوي، وهي المدرات تكون كثير مفيدة. طبعا لا يفضل استخدامه مع وجود ارتفاع في بوتاسيوم الدم، وبشكل